كنت بتكلم معاكي مدام سامية على موضوع المقارنة. مقارنة بتظلم ولادنا كتير، بتحطهم تحت ضغط، بتحملهم حاجات ملهمش علاقة بيها. ربنا خالق كل حد بتكوين مختلف، قدرات مختلفة وميول معينة ومواهب معينة. يعني قارنتي مايكل واخته قبل كده بحد وقلت لهم مثلا شوفوا بنت خالتكم او ابن عمتكم او شوفوا جيراننا او ده لازم تبقوا زيهم؟ لا طبعا، يعني انا بحاول يعني كل واحد من ولادي اشوفه متميز في ايه واحاول اشجعه عليه بدون اي مقارنه نهائي. يعني هو متميز في ايه او نقاط ضعفه ايه مثلا احاول اقويها، اشتغلي عليها. هو متميز في ايه احاول اشجعه عليه بدون اي مقارنه، لان المقارنه بتاثر على النفسيه بشكل بشع. يعني يعني بتخليه مش هاخد منه حاجه، مش هي هو هيبيع مش القضية خالص، يقول لك طالما كده كده انا ادائي مش عاجبهم. هو مش هيقدر يدي حاجة طول ما في نقد. حتى الانسان الكبير يعني احنا الكبار، حتى لو انت بتتقارني وعلى طول عند حد بينقدك هتبقي محبطة نفسيا. ما بالك مع الوقت خلاص بفقد الشغف اول حاجة وخلاص، مش هقدر. الطفل اللي لسه بيكبر واللي لسه بيكون شخصيته ده كله، ما اقدرش طبعا يعني افضل اقارنه وانقده، فدي طبعا حاجه مرفوضه خالص في التربيه. يعني بس خلي بالك اكيد مايكل من هو صغير كل ولادنا اكيد كانوا بيعملوا غلطات. ماما بقى كانت بتعاقبك ازاي لما بتعمل حاجه غلط كبيره؟ يعني هو انا يعني مرات قليله قوي اللي اكون غلطت غلطه كبيره قوي. تفتكر بس تفتكر حاجه فيهم؟ يعني صعبه قوي، بس يعني هي ماما على طول ماشيه ان انا لما مثلا بغلط هي بتفهمني الاول انا غلطت ليه، او انا يعني ايه اللي عملته غلط فاتعلم منه، بحيث لما يجي نفس الموقف تاني ما اكررش نفس الغلط، فما غلطش بقى كذا مره ورا بعض. ايوه بس فالعقاب ما بيبقاش بقى اللي هو يعني اقعد في اوضتك. يعني حرمان من المصروف مثلا؟ لا مش هتروح النادي. كان بيحصل حرمان من المصروف، بس لما يعني لو خلاص بقى يعني انا غلطت كذا مره فلازم مشكله كبيره. لكن غير كده كانت بتزعق لك ماما؟ بصراحه لا. السنه دي لا. في ام مصريه ما بتزعقش؟ لا السنه دي بيقول لك لا. لا انا بتكلم عموما يا مايكل. لا عموما اكيد طبعا من وانت صغير تزعقلي طبعا. السنه دي هو ملك، ما فيش حد عمل له حاجه خالص. يعني كان اقصى عقاب بالنسبه لك بالنسبه للولاد كنت بتعملي ايه؟ يعني انا مش بحبس طبعا موضوع الضرب ده خالص، يعني ده مرفوض تماما. ولا التهويش كده شبشب طاير على لا لا لا, لا 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 كلام لا خالص. يعني انا ممكن الموبايل، النزول، خروجه، يعني حاجه كده مش اقصى من كده، مش اكتر من كده. انا عندي اشاعات بتقول ان مايكل كان بيقعد كتير وبيطول على الموبايل وانت كنت بتزعلي من الحكايه دي. مين اللي فتن؟ وكارن كمان. بس بصراحه يعني هو موضوع الموبايل ده انا تعبت فيه جدا جدا، لان ما ينفعش اطفال دلوقتي بشوفها عندها 3 سنين و4 سنين يعني عندها وقت مفتوح تقعد فيه على الموبايل. وقت مفتوح، مفيش اي انضباط في موضوع التايم. ما نمنعش التايم بتاع الموبايل، نحط توقيت تايم. يعني هو المفروض يبقى كل سن، يعني في البلاد الأوروبية الموبايل ده بيتاخد على سن 14 سنة. احنا كدول عربية ما عندناش البتاع ده. الأطفال عندهم شهور وبيدلهم الموبايل يلعبوا عشان يسكتوهم. بس النتيجة بتبقى كارثية. صحيح. النتيجة بتبقى كارثية صحيا وذهنيا وكل حاجة. يعني ده بيأثر طبعا على طريقة تفكيرهم جامد جدا طبعا.